حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في استوديو اليرموك وننتقل إلى ملف جديد. هذا الملف يتعلق بحملة، وهذه الحملة يعني أنا أعتقد أنه مصير مستقبل الأردنيين خلال السنوات القادمة مرتبط فيها ومرتبط بنجاح مسعاها، الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع غاز العدو احتلال، والمطالب بإلغاء هذه الاتفاقية. ونحن على بعد أيام أسبوعين يا بدخل الغاز على الأردن وبتمشي علينا الاتفاقية وأكلناها للعشر سنوات القادمة والعشر 15 سنة القادمة، وعشرة مليار بدنا ندفعهم والتزام، وحتى لو اكتشفنا غاز في الأردن رح نظل ملتزمين في هذه الاتفاقية، أو نتخذ قرارات جريئة خلال الأيام القادمة قبل سريان هذه الاتفاقية. بدنا نشوف شو آخر الأخبار في هذا الموضوع، واسمحوا لنا أن نرحب بمنسق حملة غاز العدو احتلال الدكتور هشام البستاني. دكتور هشام مساء الخير. يا مساء الورد. تحياتي دكتور هشام. يعني إما أن يتم قطف ثمرة كل الجهود الشعبية التي يعني كنتم جزءا منها وقدتوها خلال الفترات الماضية، أو لا سمح الله ستكون كارثة من الكوارث. برأيك وبتحليلك ما المتوقع، وإلى أين، ما هي آخر الأخبار وتطورات لغاية الآن؟ يعني أولا لا يمكن أن نتوقع سوى أن لا يوجد معلومات. يعني بكل أسف أصحاب القرار والحكومة كما بدأت هذا الموضوع بالتضليل وإعطاء المعلومات الخاطئة، اليوم بعد ما ضلش غير زي ما تفضلت 14 يوم صمت القبور، لا نسمع أي تصريح على الإطلاق، رغم أن هناك كان في أحاديث بشهر 4 من خلال الملك أن هناك إعادة أو نظر أو طلب بإعادة النظر بما يتعلق بهذه الصفقة، وهناك أيضا تسريبات صحفية ربما كنت أنت مطلع عليها أيضا قبل أيام أن هناك مفاوضات مع شركة نوبل بخصوص إلغاء هذه الصفقة، ولكن أي شيء رسمي لغاية اللحظة لا يوجد. كنت تحدثت أنت قبل قليل حول أنه هاي كارثة. نعم هذه كارثة محققة ستربط الأردن 15 سنة وتجعل 40% من كهرباء الأردن التي تدخل كل منزل وكل محل ويستفيد منها كل قطاع ستجعله تحت تحكم من يحكم الكيان الصهيوني، سواء نتنياهو أو أي إرهابي آخر سيأتي إلى سلطة الحكم هناك. سوف يتوفر له طريقة لابتزاز مش بس جزء من الأردنيين، كل الأردنيين عن بكرة أبيهم سيقعون تحت رحمة. طيب دكتور، مجلس النواب يعني صحيح الثقة يعني كثير هزت مع هذا المجلس، ولكن بموضوع اتفاقية الغاز كان في إجماع، وعلى رأس رئيس المجلس الطراوني، واليوم رئيس لجنة الطاقة الجديدة الحقيقة كان له حسين القيسي كان له تصريحات بأنه ما زلنا رافضين لها ونحن بنفس النفس. هل في تواصل تم بين الحملة ومجلس النواب؟ مع قطاع كبير من النواب الرافضين لهذه الاتفاقية، كما تحدثت أنت بشهر 3 المجلس صوت بالإجماع باعتبار هذه الصفقة لاغية، ولكن المشكلة هو هل يستطيع المجلس تحويل هذا الكلام التمنيات إلى قرار ملزم للحكومة؟ هون المشكلة. المجلس يمتلك من الأدوات الدستورية التشريعية والرقابية ما يمكنه من إلزام الحكومة بهذا الأمر إلزاما نهائيا، ولكن بكل أسف لغاية اللحظة لا يوجد هناك تحرك سريع. الأمل قبل أيام صدر هناك مذكرة من 63 نائب اقترحوا صياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019. اليوم رئيس المجلس يتحدث أنه اللجنة القانونية بدأت بعملها من أجل صياغة هذا القانون. إحنا نأمل أن يكون هذا الكلام جدي وأن يسير بخطوات الدستورية بشكل سريع جدا حتى يتحول إلى قانون ملزم، وبالتالي يصبح ملزما للحكومة أن تلغي هذه الاتفاقية بشكل كامل. أيضا دكتور، حسب اطلاعك على الاتفاقية تقع ضمن صلاحيات المجلس. يعني احنا ليش هلا حاطين كل املنا في مجلس النواب؟ لانه هو المؤسسه الوحيده اليوم القادره فعليا على الغاء هذه الاتفاقيه واسقاطها. يعني البند الاخر الثاني هو اليوم زي ما انت عارف بناقشوا قانون الموازنه. ضمن قانون الموازنه هناك مخصصات لتنفيذ
اتفاقية الغاز وتنفيذ البنية التحتية واستملاكات الأراضي إلى آخره. إحنا مطلوب من مجلس النواب اليوم أيضا أن يعلق موافقته على الموازنة إلى حين شطب كل هذه البنود من الموازنة، وأيضا شطب الكفاءة الحكومية لشركة الكهرباء الوطنية اللي راح تكبد خزينة الدولة مليارات. أيضا هناك مذكرة خاصة وقعها 40 نائب لنقاش الاتفاقية، كمان يجب أن يستعجلوا بشدة. هناك مذكرة وقعت من قبل 27 نائب لسحب الثقة من حكومة عمر الرزاز إذا استمرت بالسير قدما بهذه الاتفاقية، أيضا يجب متابعة هذا الموضوع. هناك إخبار قدمت الحملة للنائب العام الدكتور حسن العبد الله يتضمن شكوى على كل المسؤولين اللي وقعوا ونفذوا هذه الصفقة. طبعا هذا الإخبار يجب أن يحول إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن رؤساء الوزراء الثلاثة والوزراء المعنيين لمحاكمتهم. أيضا يجب على مجلس النواب متابعة هذا الإخبار لأنه من ضمن صلاحياتهم أيضا، وأيضا سيحال إليهم هذا الإخبار في حال قرر النائب العام متابعته. في شكوى قدمتها الحملة مرتين لهيئة مكافحة الفساد بخصوص شبهات الفساد المحيطة بهذه الصفقة، لكن بكل أسف الهيئة لم تحرك ساكنا. على مجلس النواب أيضا أن يسأل رئيس الهيئة السابق محمد العلاف ورئيس الهيئة الحالي مهند حجازي عما حصل بهذه الشكاوي، وأخيرا أن يشكل المجلس لجنة تحقيق في حيثيات إبرار هذه الصفقة وتحويل كل المسؤولين عنها للمحاسبة والقضاء. إحنا عم نراهن في جانب على مجلس النواب، ولكن أيضا إحنا مستمرين في الضغط الشعبي. عندنا يوم الثلاثاء في ملتقى أنا هذا اللي بدي أسأله، يعني يفترض الأيام الأخيرة أن يحضروا هذا اللقاء لنحضر يعني عفوا دكتور بس أنا سامعني دكتور سامعني يعني للاحتجاج على هذه الصفقة بشكل شعبي دكتور هشام إلى آخره. الملتقى سيحدد أين سنتوجه. نعم دكتور هشام أنت سامعني الآن، وهذا كل ما نملكه يعني بين أيدينا في هذه طيب. اللحظة دكتور هشام سامعني؟ سامعك. طيب انا كنت بسال يعني بس اخر فقره انا ما فهمتها، اذا ممكن نعيد اللي هي الجهود الشعبيه، يعني كونه ضايل اسبوعين يفترض ان تتكثف ايضا الضغوط الشعبيه، ايش هي الحمله او الفعاليه الشعبيه؟ احنا يوم الثلاثاء القادم دعينا لملتقى موسع لكل الاحزاب والنقابات والقوى الشعبيه والحركات الى اخره، لعقد ملتقى موسع لبحث ما هي إمكانية حركة القوى الشعبية من أجل إسناد مجلس النواب من أجل الضغط على أصحاب القرار فيما يتعلق بإسقاط هذه الاتفاقية. نعم. يعني المقترحات ستكون في داخل الملتقى، وسنعمل يعني من أجل تنفيذ هذه المقترحات سواء كانت مظاهرات اعتصامات إلى آخره. يوم الثلاثاء اللي هو بعد بكرة. يوم الثلاثاء اللي هو بعد بكرة بالضبط الساعة السادسة في مبنى الاتحاد المهني اللي هو مقابل وزارة الصناعة والتجارة في منطقة العدلي. هذا الملتقى سينعقد هناك، وسوف يتخذ مجموعة من القرارات التي سننفذها على المستوى الشعبي خلال الأسبوعين القادمين. ممتاز. لعل وعسى يعني أن تتوج جهودنا ب يعني أن ننقذ البلد من هذه الكارثة بدل أن نرتهن 15 عاما من خلال صفقة. الأردن اليوم ليس بحاجة لها على الإطلاق. إحنا عندنا فائض من الطاقة، عندنا فائض من إنتاج الكهرباء، الوزراء قاعدين بيلفوا على الدول يحاولوا يسوقوا الكهرباء الفائضة عندنا. إحنا اليوم لسنا بحاجة إلى أي بديل من أي نوع على الإطلاق، عندنا كل إمكانيات الطاقة موجودة وتكفي حاجة البلد وتفيض عنه. فبالتالي هي صفقة عبثية بالكامل وليس لها معنى إلا بترسيخ تبعيتنا للكيان الصهيوني. بدي أشكرك شكر جزيل، وعلى أمل يوم الثلاثاء أيضا يعني يكون هناك يعني تحضير جيد، والأيام القادمة الأيام الحاسمة التي بإذن الله ينجح فيها الشعب الأردني بتحقيق مسعاه بإلغاء هذه الاتفاقية. مين بيلغيها وكيف والتفاصيل لا يهم، ولكن الذي يهم أن الشعب الأردني كان وراء المطالب بإلغاء هذه الاتفاقية، وهذه الحملة نسقت كل هذه الجهود. جهودكم مبارك إن شاء الله. شكرا جزيلا لك منسق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الدكتور هشام البستاني، شكرا جزيلا لك. أنا يعني لا يوجد لدي خيار إلا التفاؤل بأن الاتفاقية ستلغى، لأنه ما بتخيل الأردن 2020 وتوقعنا الاتفاقية وسنستمر 15 عام بذلك، لأنه هذا فشل حقيقة، فشل سيكون على كل مستويات، الفشل سيصيب الجميع الرسمي وحتى الشعبي بعدم قدرته على الضغط بشكل كافي ليتم إلغاء هذه الاتفاقية. نتمنى أن لا نفشل، لأنه الفشل سيكون فشل على مستوى الوطن،
نحن نريد النجاح، والنجاح سيكون ايضا على مستوى الوطن، الشعب سيكون نجح، النواب نجحوا، الحكومه نجحت، الكل نجح، بدنا هذا النجاح، زي ما كان في نجاح بمثلا نقابه المعلمين الكل نجح، بدنا برضه هنا الكل ينجح والعدو يكون هو الخاسر، نتمنى ذلك. نذهب الان الى وقفه قصيره ثم ملف جديد.